أعزائي المشاهدين، أهلاً بيكم في برنامجكم ساعة مع نبال. النهاردة هنناقش قضية بتمس قلوبنا لأنها بتمس ولادنا، قضية المخدرات. كل يوم بنصحى على نوع مخدر جديد، مش عارفين جاي لنا منين ولا مصدره إيه، والضحية ولادنا. بقينا ما بين مخدر البانجو وبين الحشيش وما خفي كان أعظم. المخدر الجديد اسمه غريب وإدمانه غريب، مخدر الشابو. انتشر بسرعة رهيبة جدا، أعتقد إن كتير مننا الاسم حتى غريب عنه، يعني ده إيه؟ بيعمل إيه؟ تأثيره إزاي؟ إزاي سعره وصل للدرجة دي؟ ازاي ان الناس يعني الولاد بيجرم علشان يحصلوا عليه؟ ايه هو مخدر الشابو؟ هنبدأ الحلقة النهاردة، بس تعالوا معايا نشوف التقرير ونبدأ حلقتنا. المخدرات طريق مظلم، بدايته بتكون التجربة، لكن للأسف نهايته بتكون إما الموت أو الإدمان. الإدمان طريق الهلاك، بيبتدي في المدمن بتجربة جرعة بسيطة آملا منه أنه خلاص لقى السعادة المنشودة بالنسبة له، لكن سرعان ما تتحول هذه السعادة إلى كابوس بيدمر حياته كلها. كابوس ممكن يؤدي به إلى مستشفى الأمراض العقلية أو إلى الانتحار، وأحيانا كتير قوي بيؤدي به إلى الموت بسبب جرعة زائدة. المخدرات مش مقتصرة بس على نوع معين أو على بلد معينة أو على فئة معينة في المجتمع. بنصحى كل يوم على نوع مخدر جديد، سواء البانجو، سواء الحشيش، الستروكس، الفودو، وصولا إلى الشابو. إيه هو الشابو؟ الشابو معروف بعدة أسماء كتير، منها الكريستال ميث أو الأبيض أو الأيس. سمية بالأسماء العديدة دي لأن هو شبيه بالتلج أو الكريستال، لونه أبيض. بيصل الجرام منه ما يتراوح من 1500 ل3000 جنيه. الشابو منتشر الفترة دي انتشار ملحوظ جدا، هو منتشر الفترة دي لكن وجوده بيرجع من الحرب العالمية الثانية. كان بيستخدمه القادة في الحروب للعساكر علشان يخلوهم في حالة من النشاط المستمر، لأن المادة دي
اوقات بتخلي الشخص ممكن يفضل صاحي لمده اسبوع، فكان القاضي بيستخدموه علشان يخلوا العساكر صاحيه فتره طويله. الشابو منتشر دلوقتي بصفه باينه جدا، نزلنا الشارع وتحديدا في شوارع إمبابة علشان نعرف آراء الشباب عن موضوع الشابو وإزاي بيتصدوا للمخدر ده، وإيه حملات التوعية اللي الشباب بتعملها للشباب المتعاطية علشان يبعدوا عن المخدرات. يلا بينا نستطلع بعض آراء الشباب ونرجع لكم تاني. آيس والشابو، سمعت عنه الآيس والشابو؟ يعني عندك منتشر جدا في إمبابة. انت في إمبابة أي حاجة ممكن تتخيليها عايزاها لسه ما سمعتيش عنها هتلاقيها في إمبابة. موجود هنا منه كتير؟ موجود. اه بالجرام بتاعه عامل 1200 جنيه. اه الجرام بتاعه بيعمل 1200 جنيه، حبوب كده عامله زي سكر النبات. تتحط على سيلفر، تسيح من تحت، تطلع الدخان، تشد الدخان بتاعه، تقعد 3 ايام صاحي. حضرتك شفت ناس بتتعاطى؟ انا بتعاطى. لا انا صريح، انا بتعاطى اهو. حضرتك بتتعاطى؟ اه. بتضحك عليكي؟ امال اطبق ازاي؟ شغلت 3 شغل، اطبق ازاي؟ طب تاثيره على حضرتك ايه؟ ولا اي تاثير، ولا بيعمل اي حاجه. هو بيخليكي صحي بس. ادي الشابو وادي الايس. الايس بيخليكي صحيه بس، زيه زي الترامادول، بس هو الفرق ما بينهم الاثنين، الترامادول بيتاخد عن طريق حبوب، الايس بيتاخد عن طريق اللي هو انت بتحطيه على سيلفر مثلا زي السيلفر بتاع المؤاخذه بتاع البوتاجاز، تسيحيه من تحت، يطلع الدخان، انت بتشديه بس. هو اتعرف هنا في المناطق والاحياء الشعبيه كده عندنا هنا بالايس، يعني هو كل الشباب عرفته. بس انا مشكلتي مع المخدر ده بالذات غير كل المخدرات اللي نزلت قبل كده، غير اي مكيفات نزلت قبل كده، لانه غالي والشباب اتضربت بيه. وعشان خاطر النهارده انا اروح اتضرب بكيف زي دوت واروح اشتري مثلا بكره ولا بعد ولا بعده عشان خاطر اخده، هضطر هسرق بقى وهضطر اعمل جرائم ثانيه. يعني هم تقريبا كده التجار المخدرات ابتدوا يوسعوا الجريمه. بيكون شكلهم ملحوظ؟ اللي بياخد المخدر ده شكله بيبقى باين ان هو واخد نوع معين من المخدرات؟ اقول لحضرتك على حاجه، انا عن نفسي، انا مش شيخ، انا برضو انا مبطل بقالي فتره، بس انا كنت باخد نوع مخدر تاني والحمد لله دخلت وتعالجت وعامل مده كويسه دلوقتي. حضرتك كنت بتاخد مخدر وتعافيت الحمد لله؟ الحمد لله كنت باخد مخدر وقعدت 9 سنين باخد المخدر ده. شابو مشهور في الخليج اكتر، مؤخرا ابتدى يتشهر في مصر هنا، وطبعا ده من المخدرات اللي ليها سايد افكت، التاثير بتاعه شرس جدا، يعني غير المخدرات الثانيه، لان هو ملوش حاجه اسمها وزدرول، ملوش اعراض انسحاب. الاعراض انسحاب بتاعته بتبان في اكتئاب، فده اخطره. بلس طبعا زائد طبعا ان بقى فيه مسميات ثانيه زي الايس، والكلام ده كله طبعا يعني بقى جديد على الشعب المصري ان هو يدخل مخدرات بالطريقه دي، خصوصا غاليه جدا وتعمل جرائم ومشاكل. هو بيتباع غالي، بيتباع جرام ب 1200 جنيه وحاجه عامله زي سكر النبات كده ازاز، بيتشرب على حاجه اسمها لمضة، ما بيتشربش ولا بالسجاير ولا بالكلام ده، حاجه تولعها تحتيها والدخان اللي طالع هو ده شربه، بس مضر جدا جدا جدا. حضرتك شفته؟ شفت ناس بتشربه وشفت ناس بتجيبه كده. والله حضرتك انا مش قوي يعني، بس انا بسمع ان هم الحاجات دي بتغيب، يعني سمعت اللي بياخده ما بقاش في وعيه. وصلك المعلومات؟ اه. وبعدين احنا بنشوف بنينا هنا حضرتك في الشوارع والكلام ده، فانا اللي انا بشوفه يعني انا ما اللي انا بشوفه ان هو بيغيب، لكن غير اي معلومات عن كده غير كده ما اعرفش عنها حاجه. يعني شفت حالات قدام حضرتك في ناس كانت واخده حاجه زي كده وشفتهم مش في وعيهم الكامل؟ بالظبط كده حضرتك، ما بقاش في وعيهم فعلا بسبب يعني هو حاجات مخدره كده بتخليهم يعملوا حاجات غريبه في الشارع. الايس ده بمعنى الاصح هو مش مغيب، هو بيفضل عامل زي الافيون، بيسهر البني ادم بالخمس ايام والست ايام والكلام ده، وغالي، ادمان بمعنى الاصح. تمام. الشاودو ده بقى بيخلي البني ادم نايم مش حاسس باي حاجه، وبيلحس الدماغ وبيلحس المخ عنده خالص، ما بيخليش الا غير تفكيره في ضربه بس. بيجنن البني ادمين بمعنى الاصح. هو منتشر دلوقتي او شفت ناس بتتعاطاه؟ منتشر يا باشا، وفي بلاد دكرور الناس بتموت تحت السلالم والكلام ده، وعند سكه القطر نايمين بسبب الباودر، برضك باودر بينيم والكلام ده. اللي انا اعرفه عنه اللي هو ما بيخدرش، ده بيدي نشاط وباور، بيبقى عامل زي التل كده وبيتشرب على بايب ازاز. يعني ما بيخدرش؟ لا، بيدي باور. تعرفوا اللي بيخدر اسمه الشادو، ده كل اللي انا اعرفه.
انما ده بيدي باور بس. طيب ايه غير الباور اللي بيديه او انك بيخليك صاحي؟ ايه المؤثر او اللي سمعته عنه يعني بيأثر جامد طبعا، وما بتعرفش تبطله، انت بتدمنه من اول نفس. ادمانه بيبقى من اول نفس، زيه زي البودره، بتدمنها من اول نفس، من اول شده كده. سمعت ان هو بيدمر اصلا شباب كتير، مدمر شباب كتير، وبقيت اشوف ناس كتير اصلا ماشيه في الشارع. بس حاليا دلوقتي يعني احنا عندنا رئيس مباحث جديد اسمه مؤمن بفرج، ما شاء الله عليه، يعني مش مخلي اي حاجه من دي خالص موجوده عندنا. يعني الموضوع قل بكتير 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 عن الاول، بكتير جدا يعني. فالموضوع فعلا كان منتشر بس قل خالص، يعني قل كتير. طب انتوا كشباب ايه دوركوا، او ايه دوركوا في مواجهه حاجه زي كده، في مواجهه مخدر نازل، او لو شفتوا ناس بتتعاطى مخدر من النوع ده بتعملوا ايه؟ لو اي حد مثلا لقيناه هنا عرفنا مثلا بيبيع بيعمل بيخلي، بنحاول نمشيه من المنطقه، نبلغ عنه حاجات زي كده، لكن برضو بيبقى فيها مخاطره شويه. لا معرفش والله خالص، ما سمعتش عنه. طب سمعت عن اي نوع مخدر تاني او اي نوع من المخدرات؟ معرفش الانواع دي خالص. طب ليه ما سمعتش عن حاجه؟ عشان انا بلعب كوره ومركزش في الحاجات دي. حضرتك شخص رياضي بس ما بركزش في الحاجات دي ومعرفش هي بتعمل ايه وكده. طيب بما ان حضرتك شخص رياضي وعمرك ما جربت النوع من انواع المخدرات او الحاجات دي كلها، تحب توجه رساله ايه للناس اللي بتشرب مخدرات او بتتجه للمخدرات بغرض انها بتخرجهم من الحياه، في الحياه الجميله، بتخليهم يحسوا بانبساط، تنصح الشباب اللي زي حضرتك بايه؟ لما ما يتجهوش للطريق ده وركزوا في حاجه تاني، اللي هو يركزوا في الرياضه وبعيد دماغهم عن الحاجات دي. ده ضمان للشباب اللي عايشه، اللي طالع، والجيل اللي طالع، الجيل الصغير، واللي متدمر بيه الجيل الصغير مش الجيل الكبير. الجيل الكبير يمكن عدى عليه بفتره دي، وممكن لو استخدم المازل من الشربه ولا من المخدرات، واخد بال حضرتك، كان يعني ماشي، كان بيه استجواب، كان ممكن يقول لك حضرتك ايه، كان ممكن الحشيش، واخد بالك، اضراره مش هتبقى زي اللي طالع ده، ولا زي البودر، ولا زي السلوكس. ده دمر للشباب الصغير. وعلى فكره الكلام اللي بقوله ده مش عشان البرنامج ولا عشان اي حاجه، ها الكلام ده بجد، فهمني، عشان ساكنة بحتة عشوائية. أنا من الوراق، أخذ بالك، أنا ساكن بحتة يعني ما وجود فيها البوق مت من تتخيلي، عشان تبقى انت فاهمة، فوجود فيها فوق مت من تتخيلي. أنا راجل فيها برضو مخدر، أنا راجل صنايعي بتاع شنط حريمي حضرتك، أخذ بالك، بتجول عليا شباب صغير من 14 سنة لحد 17 وماظة و15، وبالك نامي في الشارع من كتر الشرب البودر. يبقى في السن الصغير ده وبيبقوا بيشربوا؟ بيشربوه، واكتريت السن الصغير حضرتك. وفي النهايه طبعا نحب نشكر رجال الشرطه على مجهوداتهم العاليه في مكافحه الجريمه، وطبعا ما ننساش وزاره التضامن الاجتماعي، حملات التوعيه اللي بتقوم بيها على طول عن اضرار المخدرات، وطبعا توفير الاماكن المجانيه اللي بتتيح لبعض المدمنين لتلقي العلاج. ولكن نناشد بعض المؤسسات الاجتماعيه باطلاق حملات وتوعيه حول اضرار المخدر. حافظ الله شباب مصر، حافظ الله مصر. تقرير خاص لساعة مع نبال من الشارع المصري، بيعكس صورة واضحة لكل اللي بيحصل في محافظات مصر وفي شوارع مصر والشباب. رحبوا معايا النهارده بوجود ضيوفي الدكتور احمد ابو العزايم، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، والدكتوره ولاء شبانه، استشاري نفسي واسري. اهلا بحضراتكم. شفتوا معانا التقرير، و يعني أنا مصدومة من إن الشباب بيعترفوا وبيقولوا لا إحنا بنتعاطى وعادي، وأمال هطبق إزاي؟ أمال بشتغل ثلاث شغلانات إزاي؟ خليني أبدأ بحضرتك يا دكتور أحمد، يعني إيه بقى مخدر الشابو ده وليه انتشاره السريع؟ هل يا ترى زي ما التقرير بيقول إن أنا بطبق باليومين والثلاثة فلازم أخد حاجة تديني وعي أو تخليني فايق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم نعرف إن كلمة شابو دي جاية من إل شابو، ده أكبر تاجر مخدرات في المكسيك، ويمكن اتمسك من قيمة سنتين، وسمعنا إن جت طيارة هليكوبتر وخدته وهربته من السجن، يعني ويدير 17 مليار دولار ترويج مخدرات في العالم. تمام. فالاسم نفسه يعني شيء مؤلم، إن يبقى اسم واحد تاجر مخدرات قاتل بهذا الشكل في السوق. تمام. الحاجة الثانية انه تاجر المخدرات عايز المكسب، وما بيديش حد عشان يتبسط، هو بيديله علشان ما يعاش يبطل. الشابو من أسوأ المواد الكيماوية لانه مخلق من مادة الامفيتامين اللي هي مادة منبهة شديدة. تمام. والايس اللي هو الميس امفيتامين ده يعتبر من اشد المخدرات تأثيرا، ومش كده بس، ده عليه مواد مضافة سموم عديدة، مش عايز اذكر اسامي بس عشان ايه لا تنتشر. أيوة. بين الشباب. أيوة. يعني وكنت بتمنى ان احنا نخفف من الايه الكلام على عن المخدر. هذا العقار لما بيخش بيعمل شيء خطير، انه احنا عندنا منطقتين في المخ بتتحكم في حياتنا، منطقة المشاعر ودي بتحكم حياتنا لغاية سن 15 اللي هي العقل البدائي. بعد سن 15 بيكون نمو المخ اكتمل، لأن المخ بالنتولي بي 30% أقل من الطبيعي، بتتكون مراكز ضخمة ومناطق اتصال هائلة، الفص الأمامي هو العقل بتاعها. تمام. المناطق بتاعة الفص اللي هو الصدغ الأيسر دي بتدي المشاعر الحب، الانبساط، القتل، يعني كلها مشاعر البدائية بتاعت أعيش. إنما الفص الأمامي هو اللي بيعلمنا إزاي نحن نعمل قدرات عقلية هائلة، إزاي نخطط، إزاي نبدأ، إزاي نتعامل، كل ما يمكن أن يصل بالإنسان إلى أقصى طاقاته هو الفص الأمامي. الفص الأمامي بيسيطر على هذا الفص الصدغي الأيسر اللي بيبقى فيه حتة المشاعر. المخدر؟ يعني المخدر هو اللي بيسيطر على المخ. هذا المركز بيفرز الدوبامين اللي هو مادة السعادة. الفص الأمامي بيسيطر على إفرازات الهرمون السعادة عشان يبقى عامل التوازن، ما بقاش مبسوط ولا زعلان، يبقى فيه توازن انفعالي. تمام. يجي المخدر يعمل يضرب جامد المنطقة ديت فيطلع دوبامين وسيروتونين بكميات هائلة، فيديله الإيحاء أنه هو سعيد. وأنه هو وبعدين انفعال شديد وعنف شديد. وما فيش نوم، وتلاقي يعني شكله كده ما بيهتمش بنفسه، وزي ما بيقول مرمين في الشوارع، يعني شيء بيؤدي إلى الإصابات عقلية شديدة. لما أخذوا عينات من الناس اللي توفوا منه اللي هم في سن 30 سنة، وجدوا أنه 80% عندهم أزمات قلبية، و20% عندهم ده من الشابو. و20% عندهم تصلب في شرايين المخ عند 31 سنة، ودي بتحصل في 60-70 سنة. فده من أسوأ يعني المخدرات. يعني الدكتور، يعني الدكتور عشان يدفع، يعني التقارير بتقول ان بيدفع مبالغ ممكن توصل ل 1500 جنيه و 3000 جنيه في جرعة عشان هلاك. ايه دكتور ولاء اللي يخلي انسان يعمل يعني يضحي بكل الفلوس دي عشان جرام؟ يعني هو مفيش سبيل حقيقة للتضحية واضح، ولكن هي الفكرة بالنسبة له ان هو بقى شخصية مسيرة وليست مخيرة. يعني هو بيساق الى التصرف او السلوك المنحرف او السلوك السيء بشكل لا ارادي منه. هو يعني بتستهويه العاطفة اللي بتوديه للسعادة زي ما دكتور ما بيقول، الوهمية، من خلال الوهمية. ده حقيقي. أو من خلال الواقع الافتراضي اللي هو بيعيشه، وطبعا للأسف ده بيسبب هلاوس السمعية وبصرية كمان، اللي هو بيه ممكن يحس إن حد قدامه عدواني، ودي ما تبقاش الحقيقة. هي زي ما الدكتور ما قال فعلا، هو المصطلح العلمي للكريستال ماث أو للآيس أو للشابو زي ما بيقولوا عليه هي مادة الأمفيتامين، ودي الحقيقة هي مش مستحدثة ولا حاجة، هي منتشرة في دول الخليج فعلا زي ما التقرير ما قال، وتحديدا في دولة الكويت.
ولكن تم اكتشافها من سنة 1887 بس انتشرت جدا في الفترة الأخيرة تداولت فيما بعد بطريقة يعني سريعة جدا وبالأخص تحديدا في الصعيد، لأن هي يعني كانت بدأ برخص في الثمن أو كان ثمنها زهيد وفي نفس الوقت الشكل المتعارف عليه مثلا للبانجو أو للهيروين أو للمخدرات التقليدية اللي هي بقت بقى أولد فاشون بالنسبة لنا دلوقتي، فبقت حاجة مستحدثة جديدة الشباب ما بقوش يسموها إن هي حاجة مخدرة أو حاجة ما بتخوفش، دي حاجة بسيطة زي ما الشباب ما بيقولوا كده، دي زي السكر النبات، شكلها زي البطاس المكسور، يعني هي اختلفت في الشكل العام عن الدراجز المتعارف عليها، فبالتالي كانت دي بالنسبة لهم دفعة للاطمئنان ان ايه المشكلة لما جرب. ودايما دي الستاب اللي دايما بتجر الشباب للأسف او الاطفال كمان دلوقتي لان انا ايه المشكلة ان انا اجرب. ويمكن عشان كده اكتر المراحل اللي بتعاني من المشاكل دي تحديدا هي مرحله المراهقه، هو واحد عايز يستكشف، هو ستيل لسه طفل مكملش 18 19 سنه، هو عايز يستكشف، عايز يبقى راجل، عايز يبقى ليه استقلاليه لوحده، ايه المشكله لما يجرب اي حاجه مع نفسه يسمع كلام اصدقائه، ولكن للاسف الاعراض بتاعته للادمان فعلا بتبقى من اول دوز الطفل بياخدها. هنكمل الناحية النفسية بس بعد ما ناخد المداخلة ونرجع للدكتور أحمد علشان نعرف أعراض الإدمان بتاع الشابو ده بيكون إزاي، لأن يعني حاجة بصراحة توقع القلب. يعني أنا معايا المحامي بالنقد الأستاذ نجاد برعي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. ايه جهود الدولة في مكافحة المخدرات والإدمان والتعاطي؟ اولا طبعا مصر قايمة بدور كبير جدا في مسألة مكافحة الإدمان، واهم حاجة مكافحة الاول التجارة، يعني عندنا وزارة الداخلية بتعمل جهود كبيرة ضبط الحدود من ناحية، ومن ناحية تانية ودي حاجة مهمة بتعمل تجريدات وكبسات على الاماكن اللي بتصنع المخدرات دي، وفي الحقيقه رغم ان احنا شايفينها منتشره لكن دول الجهود دي كانت انتشرت اكتر من كده، لان دي مخدرات اولا مخلقه، ثانيا ودي حاجه مهمه جدا اسعارها بتبقى معقوله وكثير جدا من الشباب بيتعاطوها لان بياخدوا فكره ان دي ليها مقويات، سواء مقويات للصحه او مقويات جنسيه او شيء. ففي الحقيقه انا عايز اخد الوقت ده عشان اشكر كمان وزاره الداخليه ده مكافحه المخدرات على الشغل الكبير اللي هي بتعمله في المكافحة. طب يا فندم عايزة أعرف من حضرتك ما هو دور التشريعات القانونية في حماية الشباب من المخدرات؟ بصي التشريعات القانونية أنا في رأيي إنها كافية جدا وقوية كمان، لأنه هي بتدي أولا هي بتعاقب على فكرة التصنيع والجلد، في بعض الأحيان العقوبات بتوصل للإعدام، وبعض الأحيان بتوصل ل 15 سنة، والاتجار الواسع بياخد عقوبة المؤبد في كتير من الأحيان، فبالتالي التشريعات كافية جدا، لكن كمان المخدرات ما تتقومش بس بالقانون، المخدرات بتتقوم بإن يبقى في توعية وفي حملة اتعملت وكان فيها محمد صلاح ضد المخدرات، والبيوت لازم تاخد بالها من الشباب، يعني العملية كلها مش بس القوانين، القوانين رادعة وأنا شايف القوانين رادعة بشكل كافي كمان، إحنا بنتكلم على إن العقوبات بتوصل ل 15 ومؤبد دي اقل حاجه يعني في مساله الاتجار وفي مساله الـ 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 البيع بشكل واسع. فيما يتعلق بالتعاطي هي الفكره الاصليه، السؤال الاساسي احنا بنعتبر المتعاطي ده مريض ولا بنعتبره مجرم؟ اذا بنعتبره مريض يبقى لازم نزود اكثر فكره الاهتمام بفكره ايداعه في مصحات للعلاج، ازاي ان احنا نقدر نعالج اكبر قدر ممكن. هو طبيعي يا فندم محتاجين ان احنا كلنا نتكاثف علشان نقدر نقف قدام قضيه زي قضيه المخدرات اللي بتهدد شبابنا. وبشكر حضرتك يا فندم وبشكر وجودك معانا في ساعه بعني بال. ارجع لحضرتك دكتور احمد، كنا بنتكلم على اعراض الادمان، ادمان الشابو بالتحديد. وطبعا يعني في علامات بارزه. اول حاجه انه في عضلاته بتتحرك باستمرار، بتبقى نوبات تشنجات في العضلات بتاعت الوجه، وبيبهلق كتير، نظراته بتبقى زايغه باستمرار، يعني بيبقى مش طبيعي. لا تبصي تشوفيه كده على طول ده شابه، وبعدين غير مهتم بنفسه، يقعد مثلا اسبوع ما ينامش، وشديد الانفعال وجدال مستمر،
ويعني غير راضي عن أي شيء في الوجود حواليه، وبيتدهور تدهور سريع في فترة قصيرة جدا، درجة أنه كتير جدا من اللي بياخدوه أول مرة بيموتوا، لأنه الأدرينالين بيطلع بيؤدي بضربات القلب شديدة وانبساط شديد، يعني ما يدراش خلاص اتشل، منطقة التفكير مشلولة. فهنا هو المشكلة بتاعته في أنه بيحدث إصابات شديدة في المخ وفي القلب، فدلهم كلاهما بيؤدوا به إلى الوفاة مبكرا وإلى الجريمة وإلى الانتحار، أعلى نسبة انتحار ما بينهم. يعني ممكن نربط أن انتحار كتير من الشباب الدكتورة في الفترة الأخيرة وكلهم كانوا شباب، هل ممكن يكون هو اللي وراء أحد الأسباب القوية النفسية طبعاً اللي وصلوا ليها الشباب أن يقوموا طبعا لأن نفسهم؟ هو من أقوى الأعراض الانسحابية اللي بيتعرض لها المدمن في الوقت ده أو بعد كذا جرعة، أن هو بيصاب بالاكتئاب والقلق الشديد كمتلازمة مع بعضها. اكتئاب وقلق بشكل مستمر، لأن هو المفروض الإفكت الرئيسي أصلا للعقار ده أو للمخدر ده أن هو بيسبب يقظة مستمرة. فاليقظة المستمرة هو ربنا خلق لنا ساعة بيولوجية بنعرف نظبط بيها أن احنا بنصحى إمتى وبننام إمتى عشان ناخد قسط كافي من الراحة فنعرف نعوض. فلما حضرتك تعملي الخلل في طبيعه ربنا اللي ربنا خلقها دي اكيد هيتسبب لمشاكل او هيبقى ليها طبعا سايد افكت سيئه جدا بعد كده. فالصحيان بالنسبه له ما بيبقاش صحيان نشاط قد ما بيبقى صحيان مصاحب لقلق وتوتر مستمر. فطبعا من ابسط الحاجات اللي بيتعرض لها الشاب في هذه المرحله هي الاكتئاب الشديد اللي بتبقى للاسف احد اعراضه ان هو بيعرض نفسه للانتحار او للايذاء اكثر من مره. ممكن يقتل غيره يعني طبعا، لان هو بيبقى عنده هلاوس سمعيه وبصريه بتؤدي الى ان هو ممكن يعادي الاخرين اللي حواليه، بيكون عنده سلوك يعني سلوك عدواني بشكل ممكن كبير. يعني هل نقدر نقول ان ظهور العنف والغريب اللي ظاهر في المجتمع في الفترة الأخيرة ممكن يكون المخدر هو عامل طبعًا أساسي وراء؟ ده هو بيخليه يخلق جو لنفسه من المبررات اللي بتخليه عارف ان هو يدي ريزون لكل حاجه هو بيتكلم فيها. زي ما شفنا الشاب اللي بيتكلم، لا طب ما انا هطبق ازاي، انت بتدي لنفسك سبب فيه، يعني ايه تطبق ازاي يعني هو بيقول. وبعدين يعني ايفن ان حضرتك هتطبق يعني ايفن حضرتك هتطبق عشان الشغل، طب ما حضرتك الشغل ده عشان تكسب، فانت بتكسب عشان في الاخر تجيب الشابو عشان نفسك بعد يعني كده ازاي يعني اللي هي منظومه اصلا خاطئه. هو للاسف بيضع نفسه في دائره المبررات اللي بتتيح ليه او بتريحه ضميريا عشان يقدر ان هو يكون مستمر في هذا الخطأ. احنا معانا مداخله من الدكتور عبد الله رشدي ورأي الدين. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذه بيكي وبكل الناس المشاهدين والمستمعين. عايزين نصايح وتوعيه من حضرتك للشباب للابتعاد عن المخدرات والادمان. الله هو امر حرام والله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يذهب العقل، والشريعة الإسلامية جاءت لحفظ العقل والدين والعرض والمال، دي كلها أمور اسمها الكليات الخمس، يعني الأمور العامة التي عنيت بها الشريعة الإسلامية. من هذه الأمور العقل، فالإنسان إذا أذهب عقله يعني كأنه يفرط في النعمة التي حباه الله سبحانه وتعالى إياها، والتي بها يستطيع التمييز بين الحسن والقبيح، والتي بها يتميز عن البهائم وعن غيره من المخلوقات. قد يتعرض الشاب في بعض الأحوال لمضايقات أو ضغوط نفسية أو كذا، وقد لا يكون لديه أي مشاكل من هذه الأمور، لكن هو حب استطلاع في كل الأحوال وعلى كل الأصعدة وعلى كافة المواقف، هذا أمر محرم ويضيع الصحة ويضيع العقل ويتلف الأعصاب ويجعل الإنسان غير متزن انفعاليا. فإزاي يكون الشاب في مقتبل حياته محتاج لكل هذه الأمور، العقل والصحة والأعصاب وكذا، ثم يتناول أدوية معينة أو مخدرات معينة تتلف صحته بالكلية؟ دكتور عبد الله، حضرتك تعتقد ان المفروض ان رجال الدين يكون ليهم دور قوي في توجيه النصايح للشباب ودعمهم دعم قوي ان هم يعني يبتعدوا عن المخدرات؟ يعني اعتقد ان رجال الدين يعني كلمتهم مهمه ووجودهم مهم جدا بجانب ولادنا.
احنا الكلام ده قلناه كثيرا في خطب الجمعة وفي الدروس، ولكن نفتقد ايضا الى ان يهتم الاعلام بهذا الملف، وانا احييك على اهتمامك بهذا الموضوع، ويا ريت الاعلاميين يسقطوا الضوء ويسلطوا الانوار على مثل هذه القضايا التي بات المجتمع يحتاجها حاجة ملحة، بدل ما احنا عندنا دلوقتي الفن شغال في حاجات هلس ما تنفعش الناس، خليهم يعملوا أعمال فنية صحيح تبغض هذه المشروبات وتبغض هذه المخدرات للشباب، بدل ما بنعمل أعمال بنطلع البلطجي والحرامي والنصاب وتاجر المخدرات قدوة الناس بتتبسط بيه. دكتور عبد الله، احنا من ساعة مع نيبال بنقول لا للمخدرات، وطالعين ندعم الأسر ونزود الوعي عندهم ونوجه لشبابنا ان هم الأمل والمستقبل، فحافظوا على نفسكم عشاننا وعشان بلدنا كمان. بشكر حضرتك جدا وبشكر وجودك معايا في ساعة مع نيبال. ربنا يبارك فيك يا رب، شكرا لله. دكتور أحمد، بعد كم جرعة أقول إن الشخص ده بقى مدمن؟ هي أول جرعة. أول جرعة أول من جرعة. الشابو. لا. ودي الخطورة بتاعته، وخاصة إنه بيكون مر على حاجات كتير، يعني في ناس شباب كتير بيبتدوا بيه، لكن في كتير بيبقوا مروا على كذا حاجة، فبقى عندهم القبول، ولما بيطلقت ما بيعرفش يبطل لانه اتشلت مناطق التفكير والمنطق، بقى كل الرغبه بتاعته انبساطه خلاص. ده انا لسه هسال حضرتك ان هل يا ترى ان مخدر الشابو له علاج، وعلاجه بيكون مختلف عن المخدرات التانية ولا لا؟ هو طبعا كل مخدر له طرق بروتوكول علاج. كل مخدر عنده منبه والتاني مهدئ، يعني خلي بالك ستك. لكن هي النقطة هيبتدي علاج امتى؟ لأنه لما يبتدي واحد ابتدى العلاج مبكرا، غير لما يكون ابتدى يخش في مشاكل قلب ويخش، يعني احنا النهارده لما بيجي واحد يتعالج يقول لك مش عايز اتوجع، فتعمل له راس مال تلاقي عنده مشكلة، تلاقي عنده مشاكل في العضلات. مريض جه مرة بيحقن، فالحقن عملت له خراريج ما بين كل عضلاته، وتوفى بعد كام يوم نتيجة لتسمم غير قابل للشفاء. فإحنا محتاجين للثقافة التوعية فات عليها الأجل، لأن لما وعي واحد عنده ثقافة هيستمع ويدور على الفكرة الأحسن. صح. إنما إحنا ما عندناش ثقافة، وعلينا إن إحنا نعمل ثراء للفكر في مصر. إحنا ما عندناش قنوات علمية في التلفزيون، ما فيش برامج علمية. الناس النهاردة والشباب بيخشوا ما بنقولهمش يخش يتعلم ايه، والطفل الصغير النهارده لما يتعلم يشتغل برمجه على الاندرويد هيتعلم كل العلوم، لان هيدخل العلوم على الاندرويد. فنوت بقت صراع مع الفراغ الى الثقافه. دكتور، هنا بقى نرجع لموضوع الاسره اللي لسه كنت هتكلم مع الدكتوره ولاء في الناحية النفسية. المدمن أخذ قرار أنه يتعالج وبالفعل تعافى، هل التدخل أو العلاج النفسي بيكون قبل، يعني أثناء العلاج ولا بعد العلاج؟ هو الحقيقة لو عشان ما تحصلش حالة انتكاسة مرة تانية. تمام. هو لو هنبدأ من البداية أصلا قبل ما يدخل في مرحلة الإدمان نفسها، هنقول ان الاسره المفروض هي ليها الدور الاول والاوحد في المراحل الاوليه لبناء شخصيه الطفل ده بشكل كبير جدا. تمام. ده مهم جدا. ده في حد ذاته يعتبر سبورت نفسي قوي جدا بالنسبه للطفل. تمام. فيعني اللي هو يعني اعذريني في الكلمه، ما ينفعش ان اب يبقى بيتناول اي مخدرات او اي سجاير قدام ابنه ويبقى زعلان ان الولد بيشرب سجاير بعد كده، او بيتطرق بالستبس اللي هو ماشي عليها ان هو يشرب مخدرات بعد كده. فمن البدايه، عشان البدايه هي الاهم بالنسبه لنا دلوقتي، جنيه واحد من القدوة أحسن من مليون دولار من النصح.
الشباب محتاجين ان هم يشوفوا قدوه حسنه قدامهم عشان يبقى التربيه محاكاه. اب وام بمعنى كلمه اب وبمعنى كلمه ام، مش الصراعات. أيوة اللي احنا عايشين فيها. دي الخطوه الاولى للاسف اللي ضيعت الاسر. انا عايزه اقول لحضرتك ان احد المأساويات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، يمكن الدكتور طبعا استاذي وادرى مني بهذا الشأن، شكل المدمن نفسه اختلف عن زمان. يعني شكل المدمن زمان كان يتقال اللي هو بقى الولد، عفوا يعني ده بقى الصايع اللي مش عارفه واخد مطوه في وشه، اللي من بيئه شعبيه، اللي لا حضرتك احنا عندنا طلبه دبلومه امريكيه وطلبه اي جي، وللاسف متعاطين للمخدرات على اختلاف انواعها. بس دكتورة فاصبح يعني اصبح الليفل نفسه اللي بيتعامل في هذه الاريا في منتهى الخطوره، ما عادش مقتصر على فكره ان هو معاه فلوس. أيوة. فلا ده هو جميع الفئات دلوقتي بقت بتتجه لموضوع الإدمان والمخدرات، وبقى شيء طبيعي، بدليل زي ما شفنا في التقرير بيقول عادي. يعني اللي زمان كان بيشرب سيجارة كان بيبقى مكسوف وجيران ويشوفوه وكذا، دلوقتي بيتقال عادي. أنا باخد إيه ما المشكلة؟ أنا عايزة أقول لحضرتك إن يعني إن الشاب المحترم قاله ده احد اعراض ان هو فعلا بياخد شابه. ليه؟ لان هو عنده المبررات الكافيه اللي بيصنعها لنفسه عشان يقدر ان هو يتناولها فيما بعد، ما عندوش مشكله في كده. فهو يعني هو مغيب في الكلمه اللي هو قالها دي، هو مش واخد باله بدليل انه بيقولها في العالم. بدليل هو يعني بيقولها بالظبط. وبعدين هو دايما ثقافه المدمن او المتعاطي ان لما بتقل الدوز بالنسبه لي بحس بالام، بحس بصداع، بحس باعراض مش كويسه. الشابو للاسف ما بيعملش كده، فبالتالي هو بيتهياله انه عادي، انا وقت ما انا عايز ابطل هبطل. لا، الموضوع مش كده خالص. بس فبالتالي ده عنصر طمأنينة في منتهى الخطورة، لأن هي ليها سايد افكت على أجزاء الجسم بأشكال مختلفة زي ما الدكتور ما قال. طيب أنا خلاص الحمد لله عملت سبورت كويس جدا للطفل ده أو للشاب ده، وبدأ إن هو يتعافى فعلا. هل فترة تعافيه دي هسيبه كده خلاص هو نوى والنية لله يبقى خلاص الحمد لله هيخف وخلاص؟ لا، ده محتاج دعم نفسي قوي جدا جدا خلال الفترة بتاعة بعد علاجه. أثناء علاجه محتاج طبعا تقوية لدعم نفسي، تقويم لموقفه. الجلسات دي بتكون عبارة عن إيه؟ والله دي بتختلف، بتبقى جلسات معاه. ما هو أصل إحنا بس عايزين الناس يعني تفهم إيه اللي بيحصل. هل بتبقى علاج نفسي حديث متواصل معاه بعدد مرات معينة؟ هل المفروض فترة العلاج النفسي دي يكون داخل مصحة أو داخل مستشفى متخصصة؟ هل المفروض أن المحيط به الأب والأم يتم تدريبهم بشكل معين على أسلوب التعامل عشان ما يحصلش يعني انتكاسة للولد او للبنت ان هو يرجع تاني للمخدر؟ بصي، هو اهمية الدعم النفسي في الفترة دي مهمة جدا جدا. والدعم النفسي ما بيبقاش راجع للاخصائي النفسي او الاخصائي السلوكي او الطبيب النفسي لوحدهم ابدا، ايا كان المتعامل معاه. لازم لازم بالظبط كل المحيطين بيه يتعاملوا على هذا المبدأ، سواء بيتعامل مع دكتور، طبيب بيعالجه علاج دوائي، او النيرس اللي بتتعامل معاه، او الاسره المحيطه بيه، او الاصدقاء او الاقارب او ما الى ذلك. ليه؟ لان هو بيبقى في الفتره دي بيبقى زي العايم في ادراكه بشكل كبير، هل اللي هو عمله ده صح ولا غلط؟ طب انا عندي استعداد ارجع تاني؟ طب انا حاسس بفرق ولا لا؟ طب انا ايه اللي يتعبني في ان انا احاول ان انا اعالج نفسي واحس بالم ايا كان بقى نوع المخدر؟ ليه انا، هل انا كده صح ولا لا؟ طب انا معرض كل الناس اللي حواليا دول ضرر في الشكل العام وفي السمعة وفي الصحة وفي الماديات ولا لا؟ انتوا بقى بتدهموه بتدهموه في الجزئية دي بالظبط. ده مهم جدا بالنسبة له، ان هو لازم يكون عنده ثقة في نفسه اولا، لازم يكون مدرك تماما ان هو تسبب في ضرر نفسه اولا ثم الاخرين من حوله. وبعدين فكرة زي ما الداعية الفاضل ما قال ان احنا قلنا مرارا وتكرارا، بس هي الفكرة في حاجة، ان الشاب باختلاف انواع الذكاءات اللي احنا بنتكلم عليها دايما في الاطفال والشباب، هو برضو عنده ويز مختلفة يقدر ان هو يقتنع بيها. يعني في شاب بيقتنع لما يشوف فيلم، في شاب عنده نزعة دينية فيقتنع لما يشوف ندوة دينية، في شاب ممكن يقتنع من خلال جماعة الأقران. لازم نكلمهم بكل اللغات، كل مؤسسات الدولة بالضبط، لابد من تكاتفها في حل هذا الشأن عشان نحميهم. ده حقيقي. دكتور أحمد، في ناس ما عندهمش القدرة، اكتشفوا مثلا ان أولادهم أدمنهم وعايزين يعالجوهم وما عندهمش القدرة ان هم يحطوهم في مصحات، هل ممكن مخدر زي الشابو يتم علاجه داخل المنزل؟
هو شوف سيادتك، اول حاجه في العلاج التقييم. في حاجه اسمها مقياس حده الادمان. على المقياس ده تقريبا من 50% ده ممكن يتعالج في العياده الخارجيه، واذا فشل يتم دخوله. تمام. من 50 ل 75 بيحتاج لحوالي 3 أسابيع في المستشفى او المركز، وبعدين بعد كده التاهيل بياخد فتره. فهنوت قيمه الموضوع بتاع قياس حده الادمان ان احنا بنقيس بدايه مشاكله. في جلسات بتبقى اسمها الاكشل. دي قشره البيضه. عرفتك لما البيضه بتقع بتتشرخ من كل حته. ايوه. فاحنا بنبتدي معاه بدايه الشرخ كان فين، وصل لفين. وده نوع من انواع التحفيز، ان انا بعمل له تحفز ان هو يفكر في المشكله. بنعمل له بعض التريكات اللي بيبتدي ان احنا نشوفها، بنشوف الذاكره بتاعته، لان كتير منهم الذاكره بتاعتهم ضايعه. فاقعد اديك لوك 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 ومفيش فايده. فقلت لازم يكون الذاكره، لازم نشوف المشاكل الالام، وبعدين لازم نشوف العلاقه الاسريه يعني العميقه. في مراحل، في مراحل للعلاج. العلاقه الاسريه العميقه، لانه كتير من المشاكل بتبتدي يا اما سببها الادمان يا اما حصلت مع الادمان. فبيبقى لازم في برضه تقييم للاسره وبرامج تدريب للاسره، وتصل الى برامج علاج للاسره. وفي برامج اسمها ماتريكس، ده بيخليه يتعلم ازاي ان هو يواجه كل مشكله من المشاكل اللي بتوقعه مره تانية بحلول طبيعيه، وبعدين ازاي ان هو يفكر، ازاي ان هو نعلمه او يعني احنا بنتعامل معاه انه هيلف، انا ازاي الف عليه واعرف ان انا ايه احيد له الافكار بتاعته. اذا لقط فكره اتعالج او ابتدي الطريق دي، بتبقى نقطه جوهريه، نقطه ايجابيه. البدايه يا في عياده يا في مستشفى. لكن حده الادمان بتيجي بانه لما بيعيش في البيت، البيت بيبقى عباره عن مخزن مخدرات تحت السرير وفوق الدولاب جوه. لا، ما هو لو عايز يعمل حاجه هيعملها. هو مش كده، الاراده الشخصيه مهمه جوه يعني المستشفى بره المستشفى. هي لازم الاراده تكون منه هو. يعني في امل ان حتى الناس اللي مش مقتدره يا دكتور، انها لو في اشراف طبي ممكن ان هم يعالجوا الولاد داخل البيت. طبعا ممكن. الاسره دكتوره ولاء ليها دور كبير في ادمان الشباب. اكيد الاسره هي السفنجه الاولى اللي بتدي لكل الطاقه اللي موجوده جواها للطفل اللي قدامها ده. عشان كده بقول لحضرتك القدوه اهم من اي حاجه. الطفل لو لاقي ان في سبورت ليه معنوي داخل البيت، لو شايف ان في قدوه، لو شايف ان في حاجه اسمها عيب وحرام وصح وغلط، اكيد هيتجنب اي حاجه ممكن تعمل له مشكله. فكره ان بعض الاسر بتعاني من قله الثقافه في ان ابني عنده مشكله، ايه المشكله لما اوديه لدكتور نفسي، او ايه المشكله ان انا اعمل له تعديل سلوك. للاسف ناس كتير جدا بتخاف من هذا الامر، ومن هنا بتبص تلاقي الطفل بيلجا فيما بعد للاسقاط، ان هو مشاكله كلها النفسيه اللي هو المفروض ان هو يعالجها من خلال حد تعديل سلوك او حد متخصص، بيبتدي ان هو يسقطها في انا عملت كده عشان انسى اللي بيعملوه فيا في البيت، انا عملت كده، وبيبتدي ان هو يعمل اسقاطات على ظروف الاسره والام عشان والاب يبقى ضحيه. عشان يبقى ضحيه. ده حقيقي. وده يعني لازم يعني لو ما كانش بقى شهيد الموقف يبقى ما ينفعش. ازاي يعني التمرين؟ تبرير. ما هو بيقول كده، بيقول لنفسه انا هقدر اعمل كده ازاي، هشتغل 3 شغلانات ازاي، انا بقى اتعاطى وانا باخد علشان اقدر اعيش. هي احد الصفات كمان الرئيسيه في متعاطي الشابو ان هو فاقد للمنطق. فاقد للمنطق، يعني هل انت شايف لو انت سامعني دلوقتي ان منطقيا ان انت بتتكلم الكلام ده عشان تقدر ان انت تطبق؟ طب ما انت هتطبق ليه؟ عشان تشتغل، وتشتغل عشان تكسب، ففي النهايه انت بتكسب عشان تشتري شابو. طب يعني ايه ده؟ يعني انت داير كده في دايره او في حلقه دي مفرغه. كنت لسه هعلق عليها دلوقتي او يعني هقف عندها. يعني احنا بنقول ان الجرعه ولا الجرام ما اعرفش بقى يعني 1500 و 3000 جنيه. فانت بتشتغل 3 شغلانات عشان تزود رزقك، وعشان تفتح بيت او تساعد اخواتك او تجوزهم او وبتطلع مبلغ زي دوت علشان جرعه. فبرضو يعني حاجة تناقض رهيب. يعني هو في مراحل الإدمان. التجربة الأولى بتعمل نشوة محدش اكتشفه، بياخدها كل فترة، وبعدين بتدي
تزيد فترات التعاطي، يبتدي ان هو يتعاطى كميه اكبر، يتعاطى في اماكن يعني ما ينفعش ان هو يتعاطاها، وبعدين يبتدي ان هو يحس ان هو بيتدور، فيبتدي يعاكس المجتمع، يكره نفسه ويكره المجتمع، وبعدين يبتدي ان هو يحس ان هو دخل في مرحله بنسميها الزلزال، كل شيء اتلخبط، بياخد حاجه عشان يبقى يسيس الناس. نصيحه فيه. سريعه جدا لكل الشباب اللي بيسمعونا دكتور في اقل من دقيقه، ما حدش يستاهل المرمطه بتاعت المخدرات، ولا الاهل يستاهلوا، ولا الاهل نفسك يستاهل. والله فعلا. وعليه ان هو يعني وعلى الاسره ان هي تساعد الابناء اللي بعض الاحيان يروح يرميه في مصحه يتقفل عليه ويتعذب، ودي برضو يعني ايه من الغلطات طبعا، جريمه اخرى. فنوت ازاي ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا معاه، وازاي ان هم يبتدوا ان هم يقنعوه ويحبوه، بس بشرط، او بلاش نقول بشرط، انا هحبك بس مش هينفع ان انت تكمل، لانه لازم هتبطل غصب عنك، طب مش مبطل غصب عنكم، لكن انا بحبك. يعني حضرتك قلت في البدايه دكتور ان لازم ثقافه ووعي الاب والام مهمين جدا. كلمه اخيره دكتوره ولا انا بس برضو عايزه اطمن بحاجه، ان هو مش كل المؤسسات الخدميه لعلاج الادمان بفلوس، لا، في مؤسسات خدميه كتير تابعه للقوات المسلحه وتابعه للدوله بتتعامل بمجرد التذكره اللي هي ب 10 جنيه او ب 15 جنيه مش اكتر، وفي مبادرات الحقيقه كتير جدا من بعض الشباب زي المتحدون لعلاج الادمان، عاملها الدكتور محمد منصور، اي حد عنده مشكله بيتواصل وبيحاول ان هو يوفر له اقرب مكان ليه عشان يقدر ان هو يتواصل. في الموضوع سهل جدا، وبشكر وجودكم في الساعه مع نيبال. في ختام حلقه النهارده عايزه اقول ان احنا نقدر ان احنا نواجه المخدرات بكل قوتنا لو بقى الاب والام عندهم وعي وادراك، لو بطلنا الصراعات اللي بين الاب والام والضحيه ولادنا، لو الأب فهم إن شهر في السنة مش كفاية لابنه، وإن الموبايل ولا اللبس الماركات عمره هيكون عوض عن احتياجه ليه. ولادنا محتاجين إن احنا نحس بيهم ونشعر بيهم ونحبهم بجد، مش حب مشروط قدام تضحياتنا فيعملونا، وعشان كده بيفضلوا تايهين وهربانين من نفسهم ومش لاقيين نفسهم. بنخليهم يترموا، بدل ما يترموا في أحضاننا يترموا في أحضان تجار المخدرات وأصحاب السوق. خدوا ولادكم في حضنكم، افهموهم، حسوا بيهم، شاركوهم، قربوا الفجوة اللي موجودة بينكم وبينهم. بلاش الصراع اللي احنا عايشين بيه بين الراجل والست، والانتقام الرهيب اللي بينهم الضحايا ولادنا اللي احنا بنضيع عمرنا كله عشانهم، وفي الاخر بنشوفهم بيموتوا قدام عينينا. كلنا لازم نتكاتف، والاساس في الشجرة، عشان ورقة المخدر اللي طلع على الشجرة بتاعت حياتنا تقع وتموت، لازم الجذور من الاساس تبقى قوية، وعمرها ما هتكون قوية الا بالأسرة. نقوم أسرنا تاني ونشوف ولادنا تاني، زي ما بقول دايما في ساعة مع نيبال، لسه الفرصة قدامنا، دعوة للحياة. تصبحوا على خير.